هتشوفوه كمان يعني معقول يا جماعة يوصل بينا كمان صندوق تبرعات الناس بتحط فيه فلوس علشان فعل الخير، فشوفوا ازاي الناس تفكر تسرقه. يعني حتى لم يرتدع بفكرة اصله ده صندوق تبرعات، يعني اهو هتشوفوا المشهد يعبر عن نفسه لا يحتاج الى شرح. ضمائر ماتت، يعني نفوس سوداء، يعني حتى ما يعني لم يردعها انه ده للخير وللغلابة وللأيتام، لأنه ده صندوق تبرعات متعلق بالأيتام يعني. طب لم يرتدعوا، وقفوا كده بيخططوا بقى وعايزين يشوفوا الناس شايفاهم ولا لأ. بينزل وبعد كده ودخل على الصندوق ده، بيبقى على عمود مثبت في الأرض. شوفوا ازاي الشيطنة والشر ما لهمش حدود، واللي ضميره ميت مش هيفكر في اي شيء. حتى لما لقى صعوبة في انه يشيله ما استسلمش، خلاص بقى استسلم. لا، هو مصمم. الشيطنة لها حلول والشر له مفاتيح، إذا فشل مفتاح هيلجأ لمفتاح تاني، وده اللي هيعملوه بقى. طب احنا مش عارفين نشيل الصندوق، طيب هنشوف هيعملوا ايه. تعالوا نشيل العمود نفسه. ولأننا في عصر الصورة، فالصورة يعني وجود الكاميرات على بعض المحلات في الشوارع بيخدم القضية، يعني بيخدم. ودي الكاميرا على دار الأيتام نفسها، يعني الصورة خدمت. طيب هنا الناس اهوت خلاص طلعوا العمود من الأرض، هياخدوه بعد كده اهو بيلف، هيلف ويشيله ويمشي. لما بيموت الضمير هيلاقي كل الحلول الشيطانية، حتى لو أدى ذلك لأنه يقتلع الشرع نفسه. يعني لو عايز يشيل الإسفلت هيشيله، يعني الشيطنة لا حدود لها والشر لا سقف له. أو وحتى تقيل عليهم وشالوه، الخرسانة بتاعته بالعمود بالصندوق اللي فيه فلوس. طبعا هياخدوه بقى عندهم وبيتصرفوا فيه يعني. إنما شوفوا الشيطنة واصلة لإيه عند البعض، شوفوا الشر بيوصل لغاية إيه. حاولت مرة واتنين وتلاتة خلاص، لكن لأ، وخدوه وشالوه ماشيين يعني. وحتى يعني شكله ملفت للانتباه، لكن غزوا غزوتهم بخيلهم وخدوا الصندوق الغنائم وانطلقوا بشياطينهم يعني. طب هل تم القبض عليهم؟ هفهم اللي حصل من دكتور وجيه محمد خيال رئيس مجلس إدارة الجمعية اللي تم نهب صندوق التبرعات منها بهذا الشكل. دكتور وجيه أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. أهلا بحضرتك. قول لي الصندوق ده بقاله قد إيه كده من زمان؟ الصندوق ده موضوع بعد ما عملنا الجمعية وبنينا المبنى المخصص للأيتام ووضعنا الصندوق، بكل شهر حوالي بنفتحه يعني بنلم فيه المبالغ اللي هي تم التبرع بيها. وحصل بقى يوم السبت اللي فات يوم 10 الساعة 5:30 صباحا، جات صحيتوا ما لقيتوش لا العمود ولا الصندوق؟ نعم، صحيتوا ما لقيتوش لا العمود ولا الصندوق؟ طبعا في ظرف ربع ساعة، لأن الحارس كان موجود، الحارس كان موجود بس قافل الباب. بعد ربع ساعة كان هو بره، طلع لقى الصندوق اتشال مع العمود. طبعا أنا رحت بلغت في مباحث اسم أول يوم السبت صباحا وعملوا محضر ونزل ده في الغربية في طنطا. نعم، القضية في طنطا تبع قسم أول، تبع قسم أول، وعملوا محضر. وتاني يوم رحت وديتهم الفيديو
وأرفقوه بالمحضر وشمعوا السي دي على أساس يبعتوها للنيابة كدليل يعني على السرقة. فهم لسه ما تمش القبض عليهم؟ والله هم خدوا رقم تليفوني على أساس يتصلوا بيا لما يتم القبض عليهم، لكن حتى الآن ما حدش اتصل بيا. معنى كده بس ملامحهم واضحة، في ملامحهم واضحة متهيألي يعني. بنقدر نقرب الصورة يا أستاذ أشرف، نشوف ملامح كده يعني طالما شياطين يعني بالشكل ده، يعني جايز حد يتعرف عليهم يعني، وبالتأكيد المباحث بتشتغل. يعني ده ملامح من بعيد كده، لكن طبعا اللي عارفهم هيقول ده فلان الفلاني وده فلان الفلاني وده فلان الفلاني. طب الولد اللي رفيع ده كده، هو وهو ماشي من قدام كده له شكل كده، في لو لفينا اهو. واللي على اليمين ده اوضح حتى شوية، يعني اللي يستطيع انه يساعد العدالة ويساعد الخير، يعني ده صندوق للخير. دي بعض المشاهد يعني، اللي عنده اللي شاف دول قبل كده. ده في شارع ايه يا دكتور وجيه؟ نعم، ده في شارع ايه، في شارع ايه، في منطقة ايه؟ او ده كمان هتلاقي الصورة اوضح هنا لو نرجع شوية وهو بيلف بالحصان، لان لو تم القبض على واحد فيهم هيجي الباقي يعني. هو باينين في الصورة حضرتك، باينين في احنا الصورة بنحاول اهو نساعد معه. العدالة ان امكن يعني، اذا كان ده هيكون ما خيطا هو يعني. عندهم السي دي دلوقتي بتاع الفيديو كله، ايوه، لكن عندهم انا هنا عشان الناس هنا ممكن حد يقول انا اعرف الواد سيد سيكو ده، او انا اعرف الواد علي سكينة ده، فممكن حد يبقى عارفهم يعني. اول المباحث تقدر تجيبهم بمنتهى السهوله، لان دول العربيات دي حضرتك اللي بتلم الكرتون في البلد عربيات محدوده عددها، مش هيقل عن يعني مش هيزيد عن 25 عربيه في البلد. ما في جايز هم اسمها اول عاملينها سي تاني. للتمويه، ما جايز هم عاملين العربيه دي للتمويه بس يعني هم ما عارفين ان ده كان في نهايه الشهر يعني، هم عارفين ان الصندوق مليان فلوس. لا يعني دي ما حدش عارف الصندوق فيه ايه، الناس بتتبرع. هو يعني شاف طمع انه ممكن يكون فيه مبالغ كبيره، خصوصا احنا في شهر رمضان، فحب يعني يستولى عليه. فقال لك الخير كتير بقى دلوقتي، فيلا نشيل طيب يعني احنا وضحنا شوية بعض الملامح. بشكرك يا دكتور وجيه، ما شيء مؤسف والله في ما تتعاملوا مع الحوادث دي بهذا الشكل. مؤسف جدا ان الناس تفكر بهذا الشكل مع الخير ومع التبرعات، لا يرضعها اي رادع. وزي ما بقول لكم، شيطنة لا سقف لها، شر لا حدود.